بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى هد الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيرليغ إكومبخوند. طبعا كنا قد وصلنا في آخر الفقرة إلى هد الكلمات، كما نلاحظ رأينا الصوت أ الذي يكتب بأ إي ثم رأينا صوت أغ ثم اف ثم أ ثم أ الذي يكتب بأو أ إي أو أ أنها تكون ملتصقة كما تلاحظوا. هناك كلمات أنها تكون في هد أو أ أنها ملتصقة، طبعا هي كتابتها هكذا. مثلا كلمة أن، نتكلم عن عقدة كما قلنا هنا، أن ورست أن، ثم النف، طبعا كلمة بيضة أنها تكتب بأو أ ملتصقة كما رأينا. إذن النف، ثم ما غروند سور، طبعا كلمة سور الأخت أو أ أنها ملتصقتين. ثم نكمل مع هذه الفقرة. نبخونو لا بخونيغ فخاز، نأخذ الجملة الأولى. تي فو فونيغ أفيك موا، تي فو أنت تريد، venir le verbe venir فعل جاء avec moi مع انا معي. عند تغيير الصوت يصبح سؤالا، هذه الجمله تصبح سؤال لان في الاصل هذه جمله عاديه، جمله عاديه. tu veux venir avec moi، انت تريد المجيء معي، ولكن عند تغيير الصوت تصبح بمعنى اخر. tu veux venir avec moi، هل أنت تريد المجيء معي؟ أحيانا نطرح السؤال يعني عن طريق الجملة العادية هكذا، بدل أن نقول مثلا veux-tu venir avec moi، لأن هذا هو الأصل في السؤال. هذا طبعا سؤال واضح، veux-tu venir avec moi. أحيانا نفضل السؤال بالطريقة التي عندنا هنا، tu veux venir avec moi، ثم je ne peux pas. طبعا هنا عندنا لو فيرب فولوار، هذا فعل أراد. tu veux، أنت تريد، venir avec moi، أنت تريد المجيء معي. إذن ثم يكون الجواب مثلا je ne peux pas. طبعا هنا عندنا لو فيرب بوفوار، هنا عندنا لو فيرب فولوار، هنا بوفوار. بوفوار طبعا هي استطاع، ومنها كلمة لو بوفوار يعني السلطة أو الاستطاعة. إذن جو نو بو با، أنا لا أستطيع. إذن نتكلم عن لو فيرب بوفوار هنا، جو نو بو با. طبعا في الأصل بدون هاد لانيغاسيون نقول جو بو، أنا أستطيع. مثلا جو بو باركوغيغ مثلا 100 كيلومتر ألوغ، إذن أنا أستطيع أن أجتاز 100 كيلومتر ساعة مثلا. هنا عندنا je ne peux pas، أنا لا أستطيع. ثم بابا فيم سا بيب أكوتي دي فو، بابا فيم سا بيب أكوتي دي فو. بابا فيم، الأب يدخن، ماذا؟ سا بيب يدخن يعني سيجارته، ولكن نتكلم على بيب كما رأينا فيما سبق. بابا فيم سا بيب، إذا الأب يدخن أداته التي يضع فيها التبغ أكوطي دو فو، بالقرب من النار. أكوطي المقصود بها بالقرب. مثلا نقول جو سوي أكوطي دو ليكول، أنا بالقرب من المدرسة. جو سوي أكوطي دو ليكول، أنا بالقرب من المدرسة. إذن عندنا هنا بابا فيم سا بيب أكوطي دو فو، إذا الأب يدخن كما نقول سيجارته، ولكن نتكلم عن الأداة التي يوضع فيها التبغ الخاصة به، نقول سا بيب. ممكن نقول مثلا بابا فيم سا سيجاريت، الأب يدخن سيجارته. بابا فيم سا سيجاريت، طبعا لا سيجاريت مقصود بها السيجارة. في وقت قديم شيئا ما، ك
كان الناس يدخنون أداة ولا زالت بطريقة أخرى. إذن طبعا مع أن التدخين كما قلنا بأنه مضر بالصحة. بابا فيم سا بيب أكوتي دو فو. لا مير دو مينا سولير أ سيزوغ. لا مير دو مينا أم مينا سولير. طبعا كما قلنا بأن هذا سلوفيرب سلوفي. يعني هاد لوفيرب سلوفي عندو شيء من الشبه مع عدة أفعال أخرى. ممكن نتكلم على لوفيرب لوفي يعني أنك ترفع شيء كما قلنا فيما سبق. مثلا نقول لوفي لي دوا يرفع الأصابع. لكن هنا سلوفي كما نقول بأنه يرفع نفسه أو ترفع نفسها. لا مير دو مينا سوليف المقصود أنها تستيقظ. وفي حالة أخرى ممكن تعني نهضت من مكانها. ولكن هنا راه واضح بأننا نتكلم على الفياق ديال الصباح. الفياق ديال الصباح الاستيقاظ صباحا. لا مير دو مينا سوليف ا سيزور. إذن أم مينا تستيقظ ا سيزور مع الساعة السادسة. مع الساعة السادسة بحال تنقولو ستة السوايع. الأم تستيقظ مع ستة السوايع. الأم تستيقظ مع ستة ساعات. ولكن المقصود بها طبعا الساعة السادسة. لأنه ممكن نقول بطريقة أخرى في موضع آخر موا جي باسي سيزور. مثلا أنا أمضيت ست ساعات. سيزور في هذه الحالة ما تتعنيش بأنني أمضيت الساعة السادسة بل أمضيت ست ساعات. إذا تقال بنفس الطريقة ولكن لحساب سياق الجملة. لا مير دو مينا سوليف ا سيزور. إذا أم مينا تستيقظ ا سيزور مع الساعة السادسة. إذا طبعا هنا ما غنقولوش بأن أم مينا تستيقظ مع ست ساعات. ثم كما ذكرنا بأن لو فيرب سولافي ممكن أنه يتشابه مع لو فيرب سولافي. سولافي يعني أنك تستحم أو تغسل طرفا من جسمك. مثلا مينا سولاف لا تيت. إذا مينا تغسل الرأس أو رأسها. La mère de Mina se lève à 6 heures. Puis nous prenons la quatrième phrase. Si tu veux, tu iras à la ville avec papa. Si tu veux, tu iras à la ville avec papa. Si tu veux. طبعاً عندنا نفس هي هذه. Tu veux, أنت تريد أو أنت تريدين. أنت تريد أو أنت تريدين. Tu veux venir avec moi. أنت تريد المجيء معي. هنا عندنا si tu veux. إذا هذه السي هي إذا. Si tu veux إذا أنت تريد أو إذا أنت تريدين تقال بنفس الطريقة. Tu iras. هاد إيغا ديالاش هذا سي لو فيرب آلي. هذا فعل ذهب. تنعرفوا بأن لو فيرب آلي في البريزون شنو نقولوا. في البريزون نقول جو في مثلا جو في ا ليكول انا اذهب الى المدرسه. تو فا انت تذهب او انت تذهبين. تو فا ا ليكول انت تذهب الى المدرسه. ايل فا نوز الون نحن نذهب. فوز علي انتم تذهبون. ايل فون هم يذهبون. ولكن هنا هاد لو فيرب آلي خدا هاد الصيغة. إمتى تياخد هاد الصيغة؟ ملي تنصرفوه في لو فيتيغ سامبل. وكيما تنعرفو بأن لو فيرب آلي كيما تنشوفو بأنه تينتهي بأو إيغ على فاه. طبعا لو فيرب آلي تينتهي بأو إيغ في اللخر ديالو. وكيما تنعرفو بأن الأفعال في اللغة الفرنسية اللي تنتهي بأو إيغ على فاه تنصرفوها من لو برومي جروب. من المجموعة الأولى. ولكن لو فيرب آلي كما تنشوفو في لو فيتيغ تيتقلب.
واحتفل بخيزون لبسو يتقلب تنقولو جوفي تيفا إلفا ثم نوزالون فوزالي ثم إلفون. إذن كما تنشوفو بأن هاد الفعل تيتقلب بزاف وبالتالي ما تنتميش للمجموعة الأولى. مثلا الفيرب شونتي هذا فعل تنتهي بأو آخ. إذا نقول جو شونت تي شونت إيل شونت نو شونتون فو شونتي إيل شونت. ديما تنحافظو على هاد شونت اللي تتغير هي هاد اللخرة. جو شونت في بلاصة أو آخ نضع أو. تي شونت في بلاصة أو آخ نضع أو إس. إيل شونت نضع أو. نو شونتون في بلاصة هاد أو آخ نضع أو إن إس. فو شونتي في بلاصة هاد أو آخ نضع أو زد. إيل شونت في بلاصة هاد أو آخ نضع أو إن تي. إذا كيما تنشوفو تنحافظو على هاد لوغاديكال. وبالتالي فهاد وبالتالي هاد لو فيرب شونتي ماشي بحال لو فيرب علي تبقى يتغير بزاف. إذا طبعا تنتمي للمجموعة الأولى. وكذلك باقي الأفعال. إذا كل أفعال اللي تتنتهي بأو آخ تتصرف بحال لو فيرب شونتي. أننا تنحيدو غير أو آخ ثم نضع مكانها هاد لي تيرمينيزون. احتفل الفيتيغ مثلا أقول جو شونتخي. مثلا نقول جو شونتخي يعني أنا سأغني. جو شونتخي أننا تنحافظ على اللغة ديكال. تي شونتخا أنت ستغني أو أنت ستغنين. إيل شونتخا هو سيغني. نو شونتخون نحن سنغني. فو شونتخي أنتم ستغنون. إيل شونتخون هم سيغنون. إذا ديما تنحافظو على اللغة ديكال. فقط تيجيو دوطخ تيرمينيزون خاصين بلو فيتيغ. هنا طبعا مع لو فيرب الي تتغير لغة ديكال ولا تيرمينيزون. إذا طبعا لغة ديكال في مكان لو فيرب الي غيولي عندنا إيغا. غيولي عندنا هاد إي إغ. إذا نقول تو إيغا. جيغي أنا سأذهب. تو إيغا أنت ستذهب. إيل إيغا هو سيذهب. نوزيغون نحن سنذهب. فوزيغي أنتم ستذهبون. إيل زيغون هم سيذهبون. إذا فيما نشوفو هاد لو غاديكال مع هاد لي تيرمينيزون مع الضمائر تنعرفو بأن هذا لو فيرب ألي مصرف في لو فيتيغ سامبل. سي تي فو إذا أنت تريد إلا بغيتي بمعنى آخر. Tu iras à la ville avec papa. أنت ستذهب أو أنت ستذهبين à la ville إلى المدينة avec papa مع الأب. مقصود مع أبي. Si tu veux إذا أنت تريد. Tu iras à la ville avec papa. أنت ستذهب إلى المدينة مع الأب مع أبي. Ensuite nous prenons la cinquième phrase comme nous le voyons. Donne-moi un peu d'eau. On a déjà vu cette formule un peu d'eau. إذا نحن رأينا هذه الصيغة un peu d'eau القليل من الماء. Voilà. Veux-tu me donner un peu d'eau pour mes fleurs? Veux-tu هل أنت تريد أو هل أنت تريدين كما عندنا في الصورة. Me donner إعطائي un peu d'eau un peu d'eau القليل من الماء pour mes fleurs من أجل أزهاري. Donne-moi un peu d'eau اي دو نوا. اذا اعطيني القليل من الماء. اي دو نوا وجوزتين وجوزتين يعني جوج ديال القرقاعات. اذا اعطيني شويه الماء وجوج ديال القرقاعات. اذا دون موا ان بو دو اي دو نوا. دون موا ان بو دو اي دو نوا. بور لا سيزيام فراز الين ا ديزون. Elle est grande. Aline a 10 ans. Elle est grande. Aline a 10 ans. Taban a, c'est le verbe avoir. هذا فعل avoir. هذا هو الفعل. طبعا كل مرة تركزوا عليه علاش؟ لأنه تيتستعمل في حالات أخرى. كما قلنا هذا c'est le verbe avoir هو اللي تيجي مساعد ملي تيكون أمام فعل آخر. ملي تيجي أمام لو بارتيسيباسي الخاص بفعل آخر. هنا عندنا ألين أ ولكن أشنو مراها هاد أ؟ مراها ديزون عشر سنوات.
إذا المقصود هنا أن هاد أفواه غيفيد لينا الملكية. آلين عندها، إذا نتكلم عن طفلة، آلين عندها، شنو عندها؟ ديزون، عندها 10 سنوات. إذا المقصود بأن عمرها 10 سنوات. إلي غروند، إلي غروند، هي كبيرة. إذا طبعا ولات صبحت كبيرة بمعنى آخر، أصبحت كبيرة. آلين أديزون، إلي غروند، إذا هي الآن كبيرة. المقصود بأنها لم تعد طفلة صغيرة. آلين أديزون، إلي غروند. طبعا غروند نضيف أ لأننا نتكلم عن المؤنث. لو تكلمنا عن غيمي سنقول غيمي أديزون، غيمي عنده 10 سنوات. إلي هو غران، إلي غران هو كبير. ثم لوسي إي بلو جون، إل أ سيزون، لوسي إي بلو جون. إذا لوسي هي أصغر، هي أكثر صغارا، كأننا نقول هنا بأن لوسي هي، نتكلم هنا على فيرب إتر، لوسي إي، لوسي هي ذاتها، مالها؟ بلو جون، هي أكثر شبابا، المقصود بأنها أصغر، أصغر من السن اللي ذكرنا قبل، اللي هو ديزون، لوسي إي بلو جون، إذا لوسي هي أكثر شبابا، كما نقول، المقصود بأنها أكثر صغرا من آلين. إل أ سيزون، إذن هي عندها 6 سنوات. هنا عندنا ديزون، هنا عندنا سيزون، نتكلم عن 6، هنا عندنا ديس، ولكن مع الكلمة نقول ديزون. نفس الشيء مع كلمة 6 التي تعني 6. 1 2 3 4 5 6، ولكن نتجمع على كلمة حال أون، إذا نقول سيزون. كذلك بالنسبة لكلمة ديس مع أون نقول ديزون، ولكن مع كلمة بالون مثلا سنقول دي بالون، دي بالون، 10 بالونات، دي بالون، ما نقولوش ديس بالون. نفس الشيء مع كلمة سيس، نقول سي بالون، سي بالون، لا نقول سيس بالون. مثلا نقول جي دي بالون، أنا عندي 10 بالونات. جي، إذا نتكلم على الفيرب أفواغ كما تلاحظوا، جي دي بالون، أنا عندي 10 بالونات. أو نقول مثلا تيا سي بالون. إذا كما قلنا الآن، آلين أديزون، إلي غروند، لوسي إي بلو جون، لوسي إي بلو جون، إل أ سيزون، إل فا أ ليكول دي بتي، إل فا أ ليكول دي بتي. إذن هي تذهب، لاحظ هنا نتكلم على الفيرب ألي، إلفا هي تذهب، أليكول هي تذهب إلى المدرسة، هي تذهب إلى المدرسة. دي بتي، دي بتي للصغار، هي تتمشي للمدرسة ديال الصغار، ديال الأطفال الصغار. إلفا أليكول دي بتي، آلين أديزون، إلي غروند، لوسي إي بلو جون، لوسي إي بلو جون، إلا سيزون، إل فا أ ليكول دي بوتي. لو جودي لوسي جو أفيك آلين، يوم الخميس، لو جودي يوم الخميس لوسي، تنتكلمو على لوسي الأصغر، الطفلة الصغيرة، لوسي جو أفيك آلين، إذن يوم الخميس لوسي تلعب أفيك آلين، كيا ديزون، كيا ديزون، التي عندها 6 سنوات. إذن كما قلنا، تي فو فينيغ افيك موا؟ جو نو بو با، بابا فيم سا بيب اكوتي دو فو، لا مير دو مينا سوليف ا 6 اور، سي تي فو تي ايغا لا فيل افيك بابا، دون موا ان بو دو، اي دو نوا. علينا ديزون، إلي غروند، لوسي اي بلو جون، إلا 6 اون، إل فا ليكول دي بوتي، إل فا ليكول دي بوتي. Le jeudi, Lucie joue avec Aline. Le jeu de la marchande. Le jeu de la marchande.
طبعا راينا كلمه لو مارشون فيما سبق. لو مارشون يعني التاجر. تكلمنا ايضا عن كلمه لو مارشي. ايضا راينا كلمه لو مارشي. اون ا ديجا في لو مارشون بوي اون ا في لو مو مارشي. طبعا راينا لو مارشون يعني التاجر. لو مارشي يعني السوق. ici nous allons voir le jeu de la marchande. لعبة التاجرة. طبعا نتكلم عن امرأة او بنت تبيع وتشتري. اذا الاطفال سيقومون بهذا الدور كأنهم يبيعون ويشترون. اذا لو جو دو لا مارشوند لعبة التاجرة. سي جودي انه يوم الخميس. لي سيجو افيك الين كوم نو فونون دو لوفوا بور لاستون. إذا لوسي جو افيك الين كما رأينا قبل قليل بأن لوسي تلعب مع الين. لوسي جو افيك الين. الين سي لا مارشوند دو فلوغ. الين هي بائعة الورد. المقصود بأن الين ستقوم بدور بائعة الورود. الين سي لا مارشوند دو فلوغ. إذا الين هي بائعة الأزهار. إذا هي اللي غتقوم بالدور كأنها تتبيع الأزهار. الأطفال الآخرين غيجيو كأنهم زبناء باش يشتروا منها هاد الورود. إذا بونجور ألين. يوم سعيد ألين. جو فو دي فلوغ. جو فو دي فلوغ. أنا أريد أزهارا. إذا تقول ألين فواسي أون فلوغ بلونش. ها هي وردة بيضاء. في المذكر نقول بلون بلون بدون هاد اش ان. ولكن في المؤنث نقول بلونش بيضاء. فواسي اون فلور بلونش. فواسي اون فلور بلونش. ها هي وردة بيضاء. ثم تقول سي نوف فرون. سي نوف فرون. اون ا ديجا في لو مو نوف. لو مو نوف. رأينا فيما سبق كلمة نوف التي تعني جديد. ولكن هنا واش المقصود بها جديد؟ رأينا معنى آخر. عندنا نوف فرون. هل سنقول جديد فرنك؟ طبعا المقصود بها هنا نوف يعني تسعة. سي نوف فرون. إنها تسعة فرنكات. المقصود إن ثمنها تسعة فرنكات. سي نوف فرون. إذا نقول هكذا سي نوف فرون. إنه كما نقول تسع فرنكات. المقصود بأن ثمنها تسع فرنكات. كما رأينا فيما سابق ممكن نقول إل كوت نوف فرون. إذا هي قيمتها تسع فرنكات كما عندنا هنا. ولكن في مكان إيل سنضع إل حتى نتكلموا عن الوردة. وردة كلمة مؤنثة. نقول الكوت الكوت نوف فرون. اذا هي قيمتها تسع فرنكات. ولكن هنا عندنا سي نوف فرون لاننا تكلمنا على الورده من قبل. انها تسع فرنكات. ان ثمنها كما نقول تسع فرنكات. ثم دون لوي ان او دو تو لي جور. الين توصي الزبون تقول له دون لوي ان او دو. اعطيها القليل من الماء تولي جور كل يوم كل الايام. اذا بقى تعطيها شويه الماء كل ايام حتى لا تذبول. اذا باش ما تكرمش هذيك الورده اذا خاصو يبقى يعطيها الماء كل نهار. إلي تخي جولي تقول الزبونه. إلي تخي جولي انها جد جميله. إلي تخي جولي انها جد جميله. ثم فواسي دي فرون. ها هي عشر فرنكات. فواسي دي فرون. ها هي عشر فرنكات. الين. اذا تقول إلي تخي جولي. فواسي دي فرون. الين. انها جد جميلة. فواسي دي فرون. الين. ها هي عشر فرنكات يا الين. نوف اي ان. تسعة وواحد. ديس. هي عشرة. ميرسي ليسي. اذا طبعا الين هنا تحسب نقودها. الين تحسب النقود التي تسلمتها من الزبون. تقول
9 et 1, 10. Merci Lucie. 9 et 1, 10. Merci Lucie. Et donc 9 et 1, 10. 9 فرنكات وفرنك هي 10 فرنكات. شكرا ليسي. شكرا ليسي. إذا نعيد. Le jeu de la marchande. C'est jeudi, Lucie joue avec Aline. Aline, c'est la marchande de fleurs. Bonjour Aline, je veux des fleurs. Je veux des fleurs. Voici une fleur blanche. C'est 9 francs. Donne-lui un peu d'eau tous les jours. Donne-lui un peu d'eau tous les jours. Elle est très jolie. Voici 10 francs, Aline. Elle est très jolie. Voici 10 francs, Aline. 9 et 1, 10. Merci Lucie. Tout le monde, jeu de lecture silencieuse. Oui ou non. Et de notre clame à l'oubet, al-qara al-samita, na'am ou la. As-tu un vélo? هل أنت عندك دراجة؟ هل أنت عندك دراجة؟ أتي أن فيلو؟ إذا طبعا سنقول في حالة نعم وي جي أن فيلو. نعم أنا عندي دراجة. أو نقول نو جو ني با دو فيلو. جو ني با دو فيلو. لا أنا ليس عندي دراجة. ثم أتي إي مونتر؟ هل أنت عندك ساعة؟ أتي إي مونتر؟ Une montre. La coule oui, j'ai une montre. Fi hala ta'kid, la coule oui, j'ai une montre. Na'am, ana 'indi sa'a. Ou bien, non, je n'ai pas de montre. Non, je n'ai pas de montre. As-tu déjà vu un tigre? Hal anta man qabl ra'ayta namiran? Wa sabaq lak shifti man qabl namir, namir. إذا سنقول في حالة التأكيد وي وي جي ديجا في أن تيغر أو بيان نو جو ني جامي في أن تيغر أنا لم أرى قط من قبل يعني نميرا جو ني جامي في أن تيغر أنا لم أرى من قبل نميرا ثم أتي إن فاش هل أنت عندك بقرة أو هل أنت عندك بقرة إذن ستقول في حالة التأكيد وي جي اون فاش وي جي اون فاش وي جي اون فاش نعم أنا عندي بقرة أو بيان نو جو ني با دو فاش نو جو ني با دو فاش أنا ليس عندي بقرة أتي شو هل أنت عندك حرارة هل أنت عندك حرارة أتي شو في حالة التأكيد نقول وي جي شو جي شو وي جي شو انا ساخن انا عندي حراره يعني انا في الصهد بمعنى اخر او انني ساخن بحكم انني كنت اجري او مثلا انني بحمى او انني بحمى هذه الامور تؤدي الى سخونه الجسم طبعا اذا نقول وي جي شو نعم انا عندي حراره او بيان نو جو ني با شو نو جو ني با شو As-tu un frère? As-tu un frère? هل أنت عندك أخون? As-tu un frère? هل أنت عندك أخون? هل أنت عندك أخون? Oui, j'ai un frère. Oui, j'ai un frère. Ou bien, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. يعني أنا عندي اثنين. Ou bien, oui, j'ai deux frères. Oui, j'ai deux frères. On a dit maintenant, oui, j'ai deux frères, j'ai trois frères, j'ai quatre frères, et la réalité, ou bien, oui, j'en ai deux, on a une des minimes, j'en ai trois, j'en ai quatre, et la réalité. As-tu un couteau? As-tu un couteau? Al-anti indaki sikin? As-tu un couteau? Al-anti indaka sikin? أو هل أنت عندك سكين؟ إذا في الجواب نقول وي جي أن كوتو وي جي أن كوتو أو نقول كما قلنا قبل قليل وي جوني دو نعم أنا عندي منها اثنين وي جوني دو وي جوني دو نعم أنا عندي منها اثنان أو نقول وي
جي دو كوتو، أنا عندي سكينين. في حالة النفي نقول نو جو ني با دو كوتو، نو جو ني با دو كوتو، أنا ليس عندي سكين، أنا ليس عندي سكين. ثم فوتي دي غاتو، فوتي دي غاتو، هل أنت تريد حلوى؟ فوتي دي غاتو، هل أنت تريد كعكا؟ إذا في حالة الجواب نقول وي جو لو فو، نعم أنا أريده، أو نقول وي جو فو دي غاتو، أو نقول وي جو فو دي غاتو، نعم أنا أريد كعكا. أو باختصار نقول وي جو لو فو، وي جو لو فو، نعم أنا أريده، أو نقول نو جو نو فو با دو غاتو، نو جو نو فو با دو غاتو، أنا لا أريد كعكا. أو نقول نو جو نو لو فو با، نو جو نو لو فو با، أنا لا أريده. ثم عندنا أتي أون سور، هل أنت عندك، هل أنت عندك أختا؟ كما رأينا قبل قليل أتي أن فخير، هل أنت عندك أخ؟ طبعا الجواب يكون بنفس الطريقة وي جي اون سور، نعم أنا عندي أخت. أو نقول نو جو ني با دو سور، نو جو ني با دو سور، لا أنا ليس عندي أخت. نستأنف مع الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.